السويد عم تقترح منح استراحات جنسية مدفوعة للموظفين. تنوعت أساليب الشركة اللي عم بتحاول تزيد إنتاجية موظفينا وتسعى لرفاهيتهم، فمنهم قدموا وجبات مجانية ومنهم قدموا أدوات جديدة للعمل، بس الأمر بلغ أبعاد تانية أكثر حسية. فتقدم السياسي السويدي إريك ماسكس باقتراح منح الموظفين استراحة جنسية لمدة ساعة مدفوعة من قبل الشركة، وبرر اقتراحه من خلال دراسة وردت على وسائل إعلام سويدية بتفيد بأنه ممارسة الجنس صحية بحسب ما نقل موقع ماشبل. وعم بيحاول ماسكس أنه يرفع معنويات الموظفين للماكسيموم من خلال منحهم استراحات جنسية، علماً أنه نظام العمل بالسويد هو الأفضل بالعالم، فبيحصل الرجال على إجازة أبوة أو تمضية وقت أقل بالمكتب. لتعرفوا كل أخبار النجوم يلي بتحبوهم زوروا موقعنا الفن.com.